أهلا بكم من جديد. قالت منظمة الصحة العالمية إن حرائق غابات الأمازون تمثل خطرا على الصحة العامة ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى خطرها على الأطفال. وأضافت المنظمة أن لديها معلومات حول زيادة في مشكلات التنفس لدى الأطفال في المناطق المحيطة بالحرائق، بالرغم من انحسارها خلال الأيام القليلة الماضية بعد إرسال أفراد الجيش للمساهمة في مكافحتها. وأشارت أيضا إلى أن ملوثات الهواء التي تؤثر على صحة الإنسان وتسبب أمراض القلب والشرايين والمشكلات التنفسية المزمنة شبيهة لما يحدث الآن في غابات الأمازون.